بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله أوقاتكم طلابي طلاب الصف الثاني عشر لمادة التربية الإسلامية. ها نحن طلابي نلتقي معكم من جديد للحديث عن مادة التربية الإسلامية والمعنونة بسورة النحل. سورة النحل طلابي هي سورة مكية، وعدد آياتها 128 آية، وقد سميت بذلك لذكر النحل فيها دون غيرها من السور، أي أن النحل قد ذكر بهذه السورة دون غيرها من السور فسميت بسورة النحل. والآيات طلابي المشار إليها في بداية الحديث هي من سورة النحل، وتشير إلى قدرة الله عز وجل على خلق النحل وما تمد به الإنسان من غذاء ودواء. وقد بدأ الآيات ببيان إرشاد الله تعالى للنحل أولاً وهدايته إياها أن تتخذ مساكن في الجبال والشجر وما يبنيه الناس لها من بيوت، فقال الله عز وجل: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كل من كل الثمرات ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذلولا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. أما طلابي، إذا ما تحدثنا عن موضوعات سورة النحل بهذه الجزئية نقول بأن الآية الأولى تتحدث عن عظمة الله عز وجل، يليها الحديث في خلق النحل وعظمة الله عز وجل في خلق الإنسان، ويتحدث عن نعمة الرزق ونعمة الزواج والتكاثر والطيبات. فقال الله عز وجل: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. صدق الله العظيم. هذا طلابي مجمل حديثنا عن سورة النحل. دمتم برعاية الله، على أمل اللقاء بكم بحول الله عز وجل في موضوع آخر من موضوعات التربية الإسلامية والمعنون بالاجتهاد في الشريعة الإسلامية. دمتم برعاية الله طلابي الأعزاء.